عملته على الكلاود فاكسسبل ليكم كلكم. المفروض لو دخلتوا على نفس الميتنج تلاقوا الريكورد، المره دي هخليه عندي على الكمبيوتر وارفعه على الموديل. حاضر. فيبقى انا عندي المنتج اللي بيتصنع من الفيرجن ماتيريال ده اللي احنا بنسميه الفيرجن برودكت، ده اللي بينزل البرايمري ماركت او الفيرست ماركت. طيب المنتج بقى اللي انت لميته ورجع كده، خلي بالك انا هنا ما عملتلوش ريسايكلينج، يعني ما عملتلوش ريسايكلينج يعني انا هنا قمت مدخله يحصل له ريمانيفاكتشرنج او ريورك. بمعنى اخر انا لميت موبايل مثلا الشاشه بتاعته مكسوره، قمت مغير الشاشه فكده عملت له ريبير. كويس. طيب اللي احنا هنتكلم عليه كمان شويه، بس مش بس كده، قمت انا مثلا الموبايل ده الشاسيه بتاعه مخبوط، الموبايل بيبقى له شاسيه من معدن كده، قمت انا ماسك الشاسيه ده قعدت ان انا اعيد تصنيعه، مسكته ولحمته تاني مش عارف ايه وعملت له عمليات اعاده تصنيع كاني بصنع الشاسيه من اول وجديد. يعني حته الري مانيفاكتشرنج او الري وورك هنا انا بروح وبعمل عمليه استخدمت في تصنيع المنتج عشان اصلح المنتج، مش مجرد ان انا غيرت ايه بارت منه. او ري مانيفاكتشرنج ان انا حولته لمنتج تاني خالص، هنتكلم عليهم بالتفصيل بس خلينا نمسك في الاولاني. فانت هنا عمليه الري وورك اللي انت عملتها كانك عملت اعاده تصنيع لاجزاء من المنتج. طب المنتج ده لما تيجي تنزله هتنزله على انه منتج جديد فيرجن ولا سكندري؟ لا، في الحاله دي بنقول اتس سكندري برودكت، ينزل في السكندري ماركت. السكندري ماركت اللي احنا عندنا هنا في مصر بنسميه سوق المستعمل. ما المستعمل ده انا ممكن اكون جبته واشتغلت عليه وقعدت اعيد تصنيع ثلاجه، جبتها وقعدت الحم واعمل ومش عارف ايه، ما دي العمليات اللي بتستخدم في تصنيع الثلاجه نفسها، مش مجرد ان انا غيرت رف مثلا ولا دهنت حاجه بسيطه كده ريبير بسيط، لا ده انا عملت اعاده تصنيع للثلاجه نفسها ورجعت حقنت الفوم اللي فيها عشان العزل البايظ ومش عارف ايه، ده اعاده تصنيع كاني دخلت الثلاجه دي على خط تصنيع من اول وجديد وقعدت تصنيع وارجع انزلها بيعها. طب هبيعها لانها جديده؟ ما اقدرش ابيعها لانها جديده، لازم ابيعها لانها اتس سكندري برودكت. كويس. فانا عندي دلوقتي في تو ماركتس، البرايمري ماركت والماركت الثاني اللي احنا بنسميه السكندري ماركت. والسكندري ماركت ده هو بتاع الايه، الحاجات اللي اتصلحت او الحاجات اللي حصل لها ريورك او ريمانيفاكشن. تمام. طيب يبقى انا دلوقتي عندي قلنا ريسايكلينج هرجعه رو ماتيريال، ريورك برجعه سكندري برودكت بس بعمل له اعاده تصنيع، ريمانيفاكتشرنج هنشوفها في ايه، خليها في ساعتها هنشوفها، في فرق بسيط ما بين الريمانيفاكتشرنج والريورك وهنخليه لوقته. ريبير، الريبير ان انا بصلح الحاجه، انا زي ما قلنا كده من شويه موبايل شاشته مكسوره قمت انا ركبت له شاشه جديده. طيب هل لما ركبت له شاشه جديده المفروض ابيعه على انه سكندري برودكت ولا فيرجن برودكت؟ لا، المفروض ابيعه على انه سكندري برودكت لان ده اتفتح واتصلح. هتقول لي الله، طب ده وهو في العلبه بتاعته اتخبط واتكسر فرجعته المصنع وعملوا الكلام ده، ما هو ده اللي بيسموه الريفيربشت برودكت. الريفيربشت برودكت هو كده نزل السوق وهو بيتباع اكتشف فيه عيب فرجع للمصنع صلحه ورجع نزله تاني. فطبعا طالما اتفتح المفروض ما يبيعوش على انه فيرجن برودكت، لا ده بقى سكندري برودكت بيتباع على انه، بس ده اعلى درجات السكندري اللي هم عشان كده حتى سموه مش مستعمل يوزد برودكت، سموه ريفيربشت اليعم. كويس. فده الريبير حتى لو كان ريبير لمنتج جديد وهو في النقل وهو بتاع ده اكتشف ان في عيب فتصلح بيتباع في السكندري ماركت، بس هنا سكندري ماركت نضيف شويه اللي بنسميه ريفيربشت. طبعا لو انا لميت منتج من السوق وصلحته ورجعت ببيعه ده سكندري، ده يوزد برودكت، فده ده الايه
الفرق. هنا انا مهتم جدا نفرق ما بين البرايمري ماركت والسكندري ماركت، ايه اللي بيتباع في البرايمري ماركت وايه اللي بيتباع في السكندري ماركت. تمام. اخر حاجه الديسبوزل، الحاجات اللي هتروح اللاند فيل. خلاص انا القطع الغيار دي انا مش عايزها، او الاجزاء دي انا مش هعرف اعمل بيها حاجه، المنتج ده لا انا هعرف اعمل له ريسايكلينج ولا هعرف اعمله، فانا مش عايزه ايه منه حاجه. فهرني احنا قلنا ان البروبر ديسبوزل ان انا اتخلص بالحاجه بطريقه سليمه، ودينا مثال المره اللي فاتت بالنفايات الطبيه بتتلم، وشركات مخصوصه اللي بتلمها، وفي مدفن مخصوص للنفايات الطبيه والمش عارف ايه والكلام. في مثال تاني وده قصه حقيقيه للاسف حصل في مصر، اعتقد لو انا متذكر صح سنه 98، طبيب في وحده صحيه في قريه صغيره كده قبل اليوب اسمها ميتنما. ميتنما دي معروفه ان هي فيها تجاره خرده كتير، كويس. فالراجل ده لاحظ حاجه غريبه جدا، لاحظ ان عنده حالات اطفال كتير مصابين ب يعني بعض الشر على الجميع كده مرض اللي هو سرطان الدم اللي هو الليوكيميا. فالحقيقه الراجل كان مخلص شويه في عمله، متفاني كده شويه، فابتدى عايز يعرف ايه يعني ايه السر، ايه المعدلات الاصابه العاليه دي. فقدر يحصر ان معظم الولاد دول من مدرسه معينه، في مدرسه كده عرف ان ايه الاطفال دول سن 10 12 سنه من المدرسه دي. فابتدى يروح المدرسه دي يشوف ايه اللي بيحصل، فلقى ان ناس اولاد كتير بتخلص المدرسه وتخرج تشتغل عند احد تجار الخرده اللي المخازن بتاعته قريبه جدا من الايه من المدرسه. فدخل عند الراجل ده بيلف كده، فشرح له الموقف طبعا، والراجل كان مرحب وكلام من ده. وهنا ده بقى عيب ان يكون هناك جهل. لاحظ ان هناك صندوق كده موجود وعليه علامه الاشعاع النووي، في علامه كده للنفايات النوويه بتبقى محطوطه. قال له ايه ده؟ قال له ده كان لط خرده اشتريته وكان وسطها الصندوق ده. قال له مش ممكن الصندوق ده كده لوحده؟ قال له اه فعلا هو كان في قلب صندوق اكبر من الرصاص، ففكينا الصندوق الرصاص، الرصاص بيمنع الاشعاع النووي، معدن الرصاص، وبيعملوه بسمك مثلا 3 4 سم كده، فبيبقى فيه وزن كبير يعني. بعنا الرصاص وده مش عارفين نعمل فيه. فراح كلم بتوع هيئه الطاقه الذريه، هي بتوع هيئه الطاقه الذريه جم و لقوا ان ده كان تيوب بتاعه اشعاع جهاز العلاج بالاشعاع، اتفك من احد المستشفيات، وبدل ما يروح لهيئه الطاقه الذريه عشان تتخلص منه، حد طمع فيه وراح باعه كخرد. فطبعا ده عمال يطلع اشعاع، عمال يأذي الناس ويدور الناس. هنا بروبر ديسبوزل في بعض الحالات بيكون قاتل زي ما انتم شايفين. فلازم لا ناخد بالنا، لو انت هتشتغل في قصه الريفرس، موضوع البروبر ديسبوزل ده لو مخلفات طبيه، مخلفات كيميائيه، مخلفات اشعاعيه، في قصص كتير حصلت في مصر في المخلفات الكيميائيه كمان، لازم يحصل لها ايه؟ بروبر ديسبوزل، ما ينفعش ان هي تتساب ايه كده. طيب حد عنده سؤال؟ بصوا شايفين السلايد اللي قدامكم دي، لو جينا بصينا على الكلام اللي موجود قدامكم ده، لو جينا بصينا على الحاجات اللي موجوده، هو هنا بيجمع لك اشهر الحاجات اللي بيحصل لها ريسايكلينج، او اشهر الحاجات اللي احنا بنتخلص منها. هنا طبعا جاب لك الموبايلز، احنا في عهد في وقت ما يعني لما كنت عملت السلايد دي كنا كلنا بنتحول من الموبايلات اللي هي بزراير دي الى موبايلات سمارت، لكن التخلص من الموبايلات دي بشكل كميات كبيره. خلي بالك احنا لسه بنتكلم عن بروبر ديسبوزل، الموبايلات القديمه دي كلها البطاريات بتاعتهم فيها
معدن الليثيوم والكادميوم، الاثنين دول هيفي ميتالز. هيفي ميتالز يعني ايه؟ يعني لو احنا رميناهم في الزباله او الكلام من ده، مع الوقت الكفر بتاعهم هيتحلل، والمعادن دي بتلاقي طريقها ان التربه تمتصها وتنزل للمياه الجوفيه، يتروي بيها الزرع، يروحوا يترسبوا في الورق الاخضر بتاع الزرع. اي حد هياكل الورق الاخضر بتاع الزرع ده هيبقى معرض لمرض الفشل الكلوي، لان دول هيفي ايه ميتلز، مش حاجه مش بسيطه يعني. فدي من اشهر الحاجات. طبعا زي ما انتم شايفين هنا، دول كانز ودول ازايز، او معظمهم كانز، كل دول كانز. طبعا في عشان تبقى متصور، الكانز بتاعت الحاجه الساقعه بس، غير المعلبات اللي هي زي التونه والمش عارف ايه والحاجات التانيه زي اي معلبات يعني. الكانز بتاعت الحاجه الساقعه بس، احنا في مصر عندنا تقريبا اون افريج 150 مليون كان كل سنه بتنتج. ده اون افريج يعني، يعني الرقم ممكن يكون اكبر من كده. فطبعا كميه كبيره. هتلاحظ هنا، طب هم مفعصين الكنز كده ليه؟ من احد المشاكل الريسايكلينج بتاعت الكنز وبتاعت الازايز البلاستيك، ان هي بنسميها they are voluminous. voluminous يعني ايه؟ بتاخد فوليوم كبير. طب ايه المشكله لما تاخد فوليوم كبير؟ بتعلي من تكلفه الترانسبورت بتاعته. فلما تعلي من تكلفه الترانسبورت بتاعتهم، طبعا بيبقى ايه؟ بيعلي من سعر المنتج اللي انت هتبيعه بعد كده. فطبعا دي بيبقى فيها بعض الايه؟ المشاكل في عمليات الترانسبورت. طبعا حاجات بقى الكمبيوتر والحاجات الالكترونكس، البرنتد سيركتس والكلام من ده، كل ده طبعا من الحاجات اللي احنا بنتخلص منه وبكميات كبيرة. فهنا بنحاول ان احنا نقول ايه اهم الحاجات، او ايه الحاجات اللي احنا فعلا بنركز عليها، هنركز عليها واحنا شغالين. نركز على الورق، البلاستيك، الميتلز، والاي ويست. هم الاربعة ويستس دول هتلاقينا بنركز عليهم كتير جدا في كلامنا. طب الميتل والجلاس ليه ما بنركزش عليه؟ لان دول عادة بيروحوا ريسايكل، وبنعمل لهم ريسايكل من قديم الازل. فاحنا عارفين ان ده هيروح للريسايكل، والريسايكل بتاعه سهل جدا ورخيص جدا، ما فيهوش حاجه تقريبا، فخلاص دول ايه؟ سكتهم معروفه. لكن الايتمز اللي احنا بنتكلم عليهم هم اللي يا اما سكتهم مش معروفه، يا اما فيهم مشاكل في اللوجيستكس، فلازم نتكلم ايه فيهم. البلاستيك والكانز مثلا، لا، في مشكله في اللوجيستكس بتاعتهم، ان هم فوليومينس فتكلفتهم كبيره، فلازم نشوف ايه الحلول. وفي مشكله في ان احنا نلمهم من الناس وكلام من ده، فبنتكلم بنركز على الحاجات دي. تعال نشوف. بص بقى هنا بيكلمك على زي ما قلنا، بيكلمك هنا على حاجتين. الحاجة الأولانية، سامعيني كده يا ولاد كويس؟ لأن الصوت ماشي تمام. الحاجة الأولانية زي ما احنا قلنا كده، هو جه هنا قام قاسم كده، واللي فوق ده الفورورد زي ما قلنا من شويه. ادي السبلاي تشين، رو ماتيريال، بارت سبلاير، برودكت مانيفاكتشر، ديستريبيوشن، اند يوزر او ريتيلر وكلام من. يجي البرودكت في الاند اوف لايف، ده الراجع بقى. ففي الاند اوف لايف اهو هيرجع، يا اما يحصل له ريوز. ريوز ده اللي باخده زي ما هو وارجع ابيعه تاني، انا ادخله في الديستريبيوشن شانل وارجع ابيعه تاني، يا اما هيروح لسام سورت اوف مصنع، هنتكلم طبعا في التفاصيل دي، يحصل له ريبير، يا اما يحصل له ريمانيفاكتشر، يا اما يحصل له ريسايكل. شويه الحاجات اللي احنا قلناهم، هو هنا بس زود عليهم الايه؟ الريوز. الريوز ان انت هتستخدمه زي ما هو. ايه بقى فكره الدايفرجن فلو والكونفرجن فلو اللي هو بيتكلم عليهم؟ عاده الرو ماتيريال سبلايرز عددهم قليل، يدوا المانيفاكتشرز عددهم بيزيد،
كل مانيفاكتشرر يدي الديستريبيوترز عددهم بيزيد، كل ديستريبيوتر يدي مجموعة من الريتيلرز، كل دول بقى ريتيلرز كده عددهم بيزيد. فالفلو عندك هنا in general في الفورورد فلو بنسميه it's a divergent flow. divergent ليه؟ divergent ليه الحاجة اللي بتتوسع، يعني هو بادي من حاجة قليلة وراح لحاجات ايه كتير. في الريفيرس طبعا كل ريتيلر هنا هيدي المجموعة من الكونسيومرز، يعني عندي طبعا مجموعة من الكونسيومرز ايه اكبر. انا نعمل الناحية التانية الريفيرس. الريفيرس بيبدا ان انا عندي مجموعه ضخمه جدا من الكونسيومرز عايز الم منهم الحاجه، هتروح ل كولكشن سنترز. أو recapturing centers. ودول هيروحوا لمجموعة من الفاسيلتيز عشان يعاد تصنيعهم ومش عارف إيه. فزي ما أنت شايف هنا سعادتك إن أنت عندك إن أنت عندك الفلو conversion. يبقى ادي المقصود بالدايفرجن فلو والكونفرجن فلو. طيب مين اسهل في المانجمنت؟ مين هيبقى اسهل لي في عمليات المانجمنت، الكونفرجن فلو ولا الدايفرجن فلو؟ قال لك الكونفرجن فلو اسهل، في حاجتين اسهل في الدايفرجن فلو اسهل، في حاجتين بيسهلوا الدايفرجن فلو. اولا انا عندي في الدايفرجن فلو السورس واحد، وان سنجل سورس، او بلاش وان سنجل سورس، عدد السورس اوف ذا اوف ماتيريال اللي هيحصل لها فلو قليل، فالكنترول على الفلو سهل. ما انا عندي عدد قليل من الايه من الحاجات اللي بيحصل لها فلو، فالفلو هنا سهل ان انا اتحكم فيه. انا لو اتحكمت في دول عرفت ايه اللي دخل جوه كل السبلاي تشين، تمام. عكس هنا السورس بتاع الفلو، عندي السورس بتاع الفلو كبير جدا. أنا هنا يبدأ الفلو من 5-6 سبلايرز، هنا يبدأ الفلو من آلاف الكاستومرز. طب أنا هلم آلاف الكاستومرز دول إزاي وأتحكم فيهم إزاي؟ ده الإنبوت بتاعي. فبقى عندي مشكلة كبيرة جدا في الإنبوت. تمام؟ فدي دي دي ده الفرق الجوهري والاساسي ما بين الدايفرجن فلو والكونفرجن فلو اللي بيبقوا معلش الصوت بيقطع قوي. الصوت بيقطع قوي؟ طب ثواني كده.
دكتور هو مفيش صوت يا دكتور. اصلا المشكله احنا كده مش سامعين حاجه خالص. طب كده سامعين؟ كده تمام قوي. كده تمام قوي؟ طيب ماشي. كده سامعين كويس؟ تمام يا دكتور. طب تمام. طيب فاحنا دلوقتي بنتكلم على فرق جوهري في الفلو ما بين الفورورد والسبلاي تشين العاديه اللي انتم عارفينها وما بين الريفرس. ان احنا في الريفرس عندنا القصه بتاعه الكونفرجن فلو، ودي زي ما احنا قلنا بتعمل لنا بعض الايه المشاكل اللي بتكون موجوده في المانجمنت بتاعت وبتصعب علينا شويه فكره المانجمنت بتاعت الايه السبلاي تشين. فدي من الحاجات الايه المهمه اللي احنا كان لازم ان احنا نتكلم فيها. طيب تعال نشوف بعد، حد عنده سؤال في الحته دي ولا نعيدها ولا ايه؟ دكتور انا عشان بس ما كنتش سامعه كويس وحضرتك okay. بتقولها فممكن بس معلش طيب. بسرعه تاني هنقولها تاني بسرعه. احنا قلنا ان الدايفرجنت فلو اللي بيحصل في الفورورد انا بيبقى عندي سوري انا بيبقى عندي سبلاير. السبلاير ده بيدي ممكن لاكتر من مانيفاكتشرر، كل مانيفاكتشرر بيدي مجموعه من الديستريبيوتورز. كل ديستريبيوتر بيدي مجموعة من الريتيلرز، وكل ريتيلر بيدي مجموعة كبيرة من الكونسيومرز. فالفلو ماشي ايه؟ دايفرجنت فلو، بيتوسع. دايفرجنت يعني هو عمال يحصل له ايه توسع. دي طبيعة الفلو في الفورورد. كويس. لما نيجي نبص افندم بقول لحضرتك اوكي تمام اوكي تمام. لما نيجي نبص بقى على الريفرس، الريفرس انت عندك شويه كونسيومرز عايز تبتدي تلم منهم في ريكابشرنج سنترز اقل، يعني كل 100 كونسيومر مثلا عملت لهم ايه ريكابشرنج سنتر. الكابشرنج سنتر دي بتروح لفاسيلتيز، انا مش عايز اسمي الفاسيلتيز دي هنشوفها قصدنا ايه بيها، والفاسيلتيز دي هي اللي تبتدي ترجع الفلو على الايه على الفورورد. الفلو في الاخر في الريفرس بيطلع على الفورورد، فالفلو هنا ماشي ايه بيتلم. ده اللي احنا بنسميه كونفرجن فلو، ان هو بيحصل كونفرجنس كده وبيتجمع الفلو. زي ما قلنا ان الصعوبه او في الدايفرجنت فلو اللي موجود في الفورورد انا عندي في الدايفرجنت فلو ده اللي موجود في الفورورد عندي ايه الاوريجن اوف ذا فلو عدد قليل. فانا لو عملت كنترول كويس هنا هقدر اعمل كنترول كويس للفلو كله، لكن عندي في الريفرس الاوريجن اوف ذا فلو عدد كبير صعب ان انا اعمل عليه كنترول، صعب ان انا اتحكم فيه. فطبعا دي مشكله ان انا عندي تو مانج الريفرس فلو عشان هو كونفرجن فلو اصعب بكتير من ان انا اعمل مانجمنت للفورورد فلو لان الفورورد از دايفرجن. فدي اول حاجه. في نقطة مالهاش دعوة بشكل يعني هي ليها دعوة بس بشكل غير مباشر بشكل الفلو. الكاستمرز اللي هنا او الكونسيومرز اللي هنا هو اللي عايز البرودكت، هو اللي ممكن يكون بيدور على الريتيلر. فهو ده الكاستمر هو اللي عايزني. الكاستمر هنا لا مش هو ده الواقع، ده انا اللي عمال ادور عليه، دول كتير
ومتفرقين ومليش كنترول عليهم، وانا كمان اللي عمال ادور عليهم. فطبعا العمليه بتبقى ايه، اصعب واصعب في المانجمنت بتاعتها. طيب حد له سؤال في الجزئيه دي؟ تعال نشوف. جينا بيقول لك ايه بقى، في حاجة بنسميها الكلوزد لوب سبلاي تشين. تعال نشوف الديفينيشن، نشوف ايه علاقته بالكلام اللي احنا قلناه في الريفرس. قال لك اتس ذا ديزاين كنترول اند اوبريشن. ماشي، انا عايز يعمل ديزاين كنترول، هنا بتحل محل كنترول اند اوبريشن، هنا بتحل محل كلمة المانجمنت. ماشي، اوف سيستم، يعني عايز يقول ان الكلوزد لوب سبلاي تشين ده سيستم يجب ان انت تعمل له ديزاين وكنترول وتتحكم في الاوبريشن ستارت. بص بقى قال لك ايه، تو ماكسمايز، الكلمه اللي قالها هنا تو ماكسمايز فاليو كرييشن اوفر ذا انتاير لايف سايكل اوف ذا برودكت وذ dynamic recovery. شايف كلمة recovery دي، هنحط تحتيها كذا خط، with dynamic recovery of value from different types of volumes of returns over time. يعني ايه الكلام ده بقى؟ كلام كبير كده ومكلكع، لازم نقعد واحده واحده كده ونفصصه عشان يبقى سهل علينا. تعال نمسك الاول بعض الكلمات نحاول نشوف هو قصده بيها ايه. Entire life cycle of the product مش بيتكلم على البرودكت لايف سايكل اللي هي introduction growth maturity decline اللي انت عارفه، هو بيتكلم عن لايف سايكل للبرودكت ديفلوبمنت. يعني ايه اللايف سايكل للبرودكت ديفلوبمنت؟ من اول لما البرودكت ده كان فكره لحد ما بقى بروتوتايب، وبعد ما بقى بروتوتايب عملنا عليه شويه تجارب وتاكدنا ان هو كويس. البروتوتايب ده ان احنا بنصنع شويه منتجات مثلا 10 20 100 نقعد نجرب فيهم ونتاكد ان هم كويسين ونعمل بعض التعديلات مش عارف ايه، لحد ما بقى فاينل برودكت اتباع، الكونسيومر استهلكه في الاند اوف لايف بتاعته، الكونسيومر انا اخدته تاني من الكونسيومر. نشوف ماشيه السايكل، اللايف سايكل بتاع برودكت من ساعه لما كان فكره لحد ما حصل له ديزاين، حصل له مانيفاكتشرنج، حصل له سيلز اند ديستريبيوشن، حصل له كونسيومينج من الكونسيومر، الكونسيومر عمل له ايه؟ ريتيرن. دي اللايف سايكل الكامله بتاعت الايه المنتج. دي اول حاجه عايزين ان احنا نعرفها. قال لك عايز اماكسمايز فاليو كرييشن. يعني ايه اماكسمايز فاليو كرييشن؟ قال لك شايف بقى الخطوات اللي انا قلتها دي كلها، من اول الديزاين بتاع البرودكت لحد الريتيرن، عايز يكون في فاليو كرييتد في كل خطوه، في فاليو للبرودكت في كل خطوه. من قديم الازل والناس فاهمه الكلام ده في الفورورد فلو. ما انت ككونسيومر مش هتشتري برودكت الا لو في فاليو بالنسبه لك. لو ما فيهوش فاليو بالنسبه لك انت مش هتشتري برودكت اصلا. طب اللي زاد هنا في الريتيرن، حته الريتيرن دي بتاعت المنتج لازم يكون في فاليو. فاكرين لما اتكلمنا في الديفينيشن بتاع الريفرس لوجيستكس ان احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل ريكابشرنج للفاليو؟ هو هنا بيتكلم عن ريكابشرنج للفاليو، انت ازاي هتعمل ريكابشرنج للفاليو؟ كويس. طيب قال لك with dynamic recovery، ان انت هتريكفر فاليو من different types of volumes. volumes يعني كميات of returns over time، من اللي راجع لك على مر الوقت. يبقى هو هنا في الكلوزد لوب سبلاي تشين بيقول لك فكر في ايه، تعمل سبلاي تشين اللي هو السيستم بتاعك ده، هو هيبقى السبلاي تشين.
وانت بتعمل له مانجمنت وانت بتعمل له ديزاين السيستم ده هيماكسمايز الفاليو كرييتد في البرودكت في الفورورد فلو. ما ده جزء من الانتاير لايف سايكل بتاعه. وركز على الفاليو ريكفري في الاند اوف لايف. ده معنى الكلمتين دول، لان هو بيقول لك اهو with dynamic recovery of value from different types and volumes of returns. يبقى انا هنا بفكر لو انا شغال كلوز لوب سبلاي تشين، شوف بقى احنا بقى كناس بتوع كلوز لوب سبلاي تشين، انا بشترك مع الناس في المنتج من او من وهو فكره. يجي مثلا يقول لك ايه والله احنا واحنا بنعمل الحته دي هنعملها لما نيجي نربطهم في بعض مثلا هنعمل لهم لحام. تلاقي الراجل بتاع الكلوز لوب سبلاي تشين ده طلع قال لهم لا، عشان لما نيجي في الاند اوف لايف بتاعته انا عايز افك المنتج، اللحام ده هياخد مني وقت ومجهود وفلوس عشان اكسره. اعملوها بمسمار وصاموله، يبقى فك، يبقى سهل ان انا افكهم بمسمار وصاموله. شوف ممكن يتدخل في المنتج وهو لسه في بدايته. ليه؟ عشان يريحنا في الريفرس. بمعنى اخر ان الكلوز لوب سبلاي تشين انا بفكر وانا شغال في الفورورد، مش بس بفكر في الفورورد فلو، لا ده انا كمان ببتدي افكر الريفرس هيحصل ازاي. وانا بمانج مش بس بمانج الفورورد فلو، ده انا بمانج الريفرس as a part من الفورورد فلو. فده فكره الكلوز لوب سبلاي تشين، ان انت بتفكر في الاثنين مع بعض، الفورورد والريفرس. احنا في الريفرس لوجيستكس انا بفكر في الريفرس بس، انا ماليش علاقه بالفورورد حصل فيه ايه. فالكلوز لوب سبلاي تشين هي حاجه اشمل واعم من الايه الريفرس لوجيستكس. مين عنده سؤال؟ طيب تعال نشوف. عندنا حاجة تانية اللي احنا بنسميها الجرين سبلاي تشين. بصوا الجرين سبلاي تشين قال لك احنا بنعتبرها environmental innovation. يعني ايه الكلام ده؟ هنفهم دلوقتي. طب هو عملت ايه انت ايه في الجرين سبلاي تشين؟ عملت integration ما بين environmental thinking في supply chain management. يعني ايه environmental thinking؟ يعني ايه environmental thinking؟ ال environmental thinking الحقيقة هو بيفكر في حاجتين أساسيتين. واحد do not pollute، انا مش عايز الوث البيئه. اتنين preserve resources. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا عدم تلوث البيئه ده ممكن يكون واضح بالنسبه لنا، زي ما احنا بنشوف مثلا تيجي تلاقي ان انت عربيه ماشيه قدامك، ميكروباص ولا بتاع ماشي قدامك عمال يطلع دخان، ما ده بيبوليوت، ده تلوث. التلوث ده ضار جدا بالبيئه، ضار جدا بصحتنا. اسف. اللي منكم ساكن خارج حدود القاهره لو ما بينبى، بالذات لما بتبقى نازل الصبح مثلا في التجمع في الشروق في مش عارف ايه الحتت دي، وانت نازل الصبح كده بدري بالذات مثلا 7:30 ولا حاجة 8 الصبح، لما بتقرب على الطريق الدائري تحس ان انت قدامك حيطة من الدخان الاسود. كل ده عادم السيارة، ده كل يوشن. القاهرة من اكبر 10 مدن ملوثة، البيئة فيها ملوثة في العالم. احنا ما عندناش بس اير بوليوشن، احنا عندنا
في مصر ما نسميه ب او ما يسموه ب solid waste pollution، الزباله اللي مرميه في كل حته في الدنيا دي، ده pollution، نوع من انواع التلوث. لما تمشي في الشوارع التراب اللي متكون جنب الارصفه ده، ده pollution، كل ده pollution على فكره. ليه؟ لان التراب ده بيبقى مرتع كويس للحشرات. تلاحظوا مثلا احنا في القاهره دلوقتي الناس اللي ساكنين بالذات في مدينه نصر، مصر الجديده، مش عارف ايه الكلام من ده، في مشكله كلاب ضاله. طب هي مشكله الكلاب الضاله دي جت منين؟ جت ان الزباله اللي بتترمي الكلاب دي بقت بتلاقي فيها فضلات اكل بتاكلها، فصحتهم بقت كويسه، فبقى بيحصل لهم تكاثر، فبقى موجودين بكثره كيتو. ده في حاجه واحنا هنتكلم فيها قدام شويه اللي احنا بنسميها الايكو سيستم، اللي هو النظام البيئي، التوازن البيئي اللي موجود في الطبيعه. انت لما تزودت الاكل بتاعهم هم زادوا، فلما هم زادوا بقت موجودين بالعشرات يمثلوا مشكله. كويس، بما اننا بنتكلم في النقطه دي، طب هو جاي منين فكره او المشكله بتاعت السوليد ويست اللي موجوده في هي موجوده في مصر؟ طبعا انت لو طلعت بره القاهره هتلاقي المشكله موجوده اكتر بكتير جدا من القاهره. جاي منين المشكله؟ الحقيقه في حاجه لازم نتعلمها في الـ في الـ في الـ لازم تعرفوها، يعني ما اعتقدش ان انتوا حد كلمكم عليها، يمكن تكون في الماكرو ايكونومي اتكلمتوا على خفيف كده. في حاجه بنسميها السوشيو ايكونوميك افكت اوف ذا ديسيجنز. انتوا يمكن انتوا ما توعوش، ما اعرفش توعوا ولا لا، كنتوا صغيرين لما كان مثلا عندك 7 8 سنين، ما كان كان في مشكله سوليد ويست موجوده في القاهره طول عمرها طبعا، ولكن ما كانتش بهذه العنف. العنف ده ابتدى بعد 2009. بعد 2009 والدنيا ايه ضربت. الناس ربطت ما بينها وما بين التعاقدات اللي تمت مع بعض الشركات جمع الزباله ومش عارف ايه، الكلام ده مش كلام صح، كلام مش دقيق يعني الحقيقه. المشكله كلها كانت في انفلونزا الخنازير، لو تفتكروا في 2009 كان في زي الكورونا كده حاجه اسمها انفلونزا الخنازير، والدراسه وقفت برضه وما اعرفش ايه وشويه حاجات. انفلونزا الخنازير ما كانتش تنتقل من بني ادم لبني ادم، كانت تنتقل من الخنازير للبني ادم. فالدولة في مصر خافت ان يحصل انتقال من الخنازير للبني ادمين في مزارع الخنازير. ايه مزارع الخنازير دي؟ كان في منطقة كده قرب محور 26 يوليو وانت رايح على 6 اكتوبر والشيخ زايد كده، في منطقة هناك هي دي اكبر مزارع الخنازير كانت موجودة في مصر، كان فيها اكتر من حوالي 30 الف خنزير بيتربوا هناك. طب ايه ميزتهم دول؟ زباله القاهره كلها كانت بتروح المكان ده. ليه؟ في مهنه عند الزبالين اللي احنا بيسموها الفرازين، ده الاسم الشياكه يعني لما بنستخدمه، هم في اللغه الدارجه بتاعتهم بيسموهم نبشين عشان بينبش الزباله. الفرازين دول هو بيعمل ايه؟ الزباله جايه رمي قدامه، يطلع الورق لوحده، يطلع يفرز البلاستيك لوحده، الكنز لوحده، لو في ازاز لوحده، كيس بلاستيك لوحده، مش عارف ايه، يتبقى شويه فضلات كده، يلموا الفضلات الطعام دي ويرموها للخنازير تاكلها. والناس قاعده وشغاله وزي الفل والدنيا ايه، ياخدوا هم بقى الكلام ده يبيعوه، يحصل له ريسايكلينج وايه ويتباع. جت الدولة في الوقت ده قررت ان هي تعدم جميع الخنازير اللي موجودة، وكان عددهم حوالي 50,000 خنزير. ده كان أحد المراكز الكبيرة اللي بيلم في القاهرة، كان فيها حاجة زيه في اسكندرية عند العمرية كده، كان في حاجة زيه مش عارفين. الدولة أعدمتهم كلهم. بعد ما أعدمتهم الأراضي اللي الناس دي قاعدة فيها وعامله فيها الحظائر الخنزير دي هي ملك الدوله اصلا، قامت طرداهم منها. كويس، الناس دي ما تعرفش حاجه في شغلانتها غير ان هي تعمل كده، هم شغلانته فراز زباله.
فجأة انت بتقول له امشي اطلع بره ومش هتشوف شغلك. ده السوشيال ايكونوميك افكت بتاع الموضوع. السوشيال اند ايكونوميك افكت، ان انت في اثر اجتماعي ان هذا الشخص ما بقاش عنده عمل. طب الناس دي عملت ايه؟ بقوا يمشوا في الشارع. الاول كانوا مش منظمين، كان يمشي في الشارع وشايل بقجة كده على ظهره، يلاقي صندوق زبالة الناس محترمة رابطة كيس الزبالة ورمياه في قلب الصندوق، يقوم ناطط جوه الصندوق ومفتح الاكياس دي كلها، اللي يطير يطير، يقوم ماسك الكيس قلبه في الشارع عشان يفرز. دايما كنت تلاقي جنب اماكن تجمع صناديق الزباله، هو الاحياء ابتدت تركز شويه في القصه دي، فابتدت ايه الموضوع يقل شويه، تلاقي في تجمع كده والناس عماله تفرز الزباله فيه ومش عارف. كانوا يعملوا الكلام ده امتى؟ الساعه 3 و4 الصبح والناس نايمه عشان ما حدش يمسكهم، لان طبعا انت لو في المنطقه عندك وشفت واحد بيعمل كده هتروح تتخانق معاه، هيلوثك المنطقه ويوسخ لك المنطقه. فعشان كده كان انتشار لموضوع الزباله ده بشكل كبير في فتره من الفترات، وابتدى يقل شويه لان واضح ان الدوله ابتدت تاخد بالها من الايه، من القصص دي، لكن ما زال موجود. ودلوقتي بقوا بيمشوا بعربيات، يعني يتلم كل 5 6، لان الموضوع في ايكونومكس، في مكسب. فعشان يسهل ويغطي منطقة كبيرة بسرعة، ابتدى كل 5 6 يتلموا يشتروا عربية قديمة كده اللي هي البيك اب القديمة دي بتاع ده ويمشوا ويلموا. ده دايركت بوليوشن، تلوث للبيئة. احنا في مصر ما زلنا بنتكلم على تلوث البيئة، عايزين نقلل من تلوث البيئة. نيجي ما تحرقوش قش الرز ولا حطب القطن عشان ده تلوث للبيئة. العربيات لازم المواتير بتاعتها تبقى مظبوطة عشان ده تلوث للبيئة. في سوليد ويست، في مش عارف، نروح للمصانع يا اخوانا الصرف الصناعي اللي انتوا بترموه على المجاري العادية ده تلوث للبيئة. احنا لسه بنتكلم على الكونسبت المبدئي في الجرين ثينكينج اللي هو دو نوت بوليوت، لا تلوث الايه، البيئة. طب ايه الكونسبت الثاني ده بقى اصلا اللي هو الريزيرف، بريزيرف الريسورسز؟ قال لك الموارد الطبيعيه اللي موجوده في الكره الارضيه هي محدوده وبعضها غير متجدد. يعني مثلا المعادن اللي موجوده في الكره الارضيه غير متجدده، الحديد، الالومنيوم، النحاس، هم شويه كده موجودين وايه، مش هيخلصوا في يوم من الايام. البترول اللي موجود في الكره الارضيه هيخلص في يوم من الايام. فابتدى الناس تفكر، يقول لك لا ده احنا لازم نحافظ على هذه الموارد لحسن تخلص، لانها لو خلصت طب احنا هنعمل ايه؟ تخيل كده لو في يوم البترول ده خلص هنعمل ايه؟ لو في يوم معدن زي الالومنيوم ده خلص، طب كل الكنز اللي احنا بنعملها دي انتهت، وكل التترا باك اللي بيتعمل اللي هو التترا باك اللي هو المعلبات الكرتون دي، لان هي بيبقى واخده طبقه لايننج من جوه من الومنيوم. فالناس تنبهت للكلام ده وقال لك لا ده احنا لازم نحافظ على هذه الموارد للاجيال القادمه. فمثلا كنت دايما لما بنشرح الكلام ده كنت دايما بدي اكزامبل للديسكات اللي كانت عندكم، لما تروح كده في السكشن بص على الديسك اللي عندك في الاكاديميه. كنا بندي الاكزامبل ايه؟ بص سمك الديسك قد ايه؟ كنت دايما اقول لهم يا اولاد الديسك ده اتس نوت ا جرين ديزاين. ليه؟ انت كنت تقدر تعمل نفس الديسك بنفس القوه بنفس كل حاجه، بس لو الخشب فيه ده السمك بتاعه النص، التخانه بتاعته النص، وكان هيبقى متين وشديد وتقدر تقف عليه برضه وتقعد عليه ومفيش مشكله. طب هو عامله كتير كده ليه؟ مظهر جمالي. يعني هو الديزاينر حط في دماغه ان هو يعمل شكل حلو، فقال لك تخن الايه البتاع.
هو لما تخن البتاعه دي شوف كام شجره اتقطعت عشان يعمل الكلام ده. ما دي كده انت ما بتحافظش على الاشجار للاجيال القادمه. صحيح الخشب هو مورد من الموارد المتجدده، لان الشجره اللي بتقطع بترجع تكبر تاني، فهو مورد متجدد، ولكن يجب ان احنا نحافظ برضو عليه، لان هيجي في يوم من الايام هيبقى عدده قليل، وده اللي بيحصل النهارده هنتكلم عليه طبعا. ايه لما نتكلم على الجرين سبلاي تشين، هو الجرين ثينكينج، شايفين الافكار دي، وي دو نوت بوليوت وبريزرف الانفايرمنت، نحافظ على الريسورسز، عمل لها انتجريشن مع كل الافكار اللي موجوده في السبلاي تشين. فطلع بقى اهداف، قال لك ايه بقى؟ قال لك انا عايز امينيمايز او اليمينيت الويست انكلودنج استخدامي للهازاردس كيميكلز اميشنز. اميشنز ترجموها بالعربي الانبعاثات. يعني ايه انبعاثات؟ يعني كل حاجه دخان او فيومز او حاجه طالعه. يعني انا لو عندي، انا لو بدير سبلاي تشين وبفكر جرين، هحسب الانبعاثات اللي طالعه من العربيات بتاعه النقل مثلا، العادم اللي طالع من العربيه ده شكله ايه ونوعه ايه وكمياته ايه، ويتحسب. اه بيتحسب، واحاول دايما ان انا اقلله، لان هو ده الفكر بتاع الايه السبلاي تشين. الانرجي، المصانع والسبلاي تشينز اللي بتشتغل جرين، اللي بيفكروا جرين في مصر عاده الشركات الاجنبيه، لان هي جايه لهم من بره، بيبقى عندهم تارجت كده، كمية الكهرباء اللي بتستهلكها كل سنة لازم تقل. ما ده انرجي. كمية الوقود العربيات اللي بتستهلكه كل سنة لازم يقل. لازم تقلل الانرجي يوزد عشان تبقى ملوث للبيئة بشكل ايه اقل، وتحافظ على الطاقة للاجيال الايه القادمة. طبعا والسوليد ويست اتكلمنا فيه كتير، بنحاول نقلل ده طول السبلاي تشين. احنا طول السبلاي تشين شغالين بنحاول نقلل الايه ده. طب الكلام ده هتعمله ازاي في الجرين سبلاي تشين؟ زي ما شفتوا واتكلمنا على الديسك اللي موجود في الاكاديميه، احنا بنتدخل في البرودكت ديزاين نفسه، بنتدخل في الماتيريال ريسورسنج اند سيلكشن. يعني انا فاكر مره كنا نشتغل مع احد الشركات وكان عندهم بورد كده بيستخدموها في الانتاج، فكانوا بيعملوها من الخشب، وكان عندهم بروجكت عايزين يعلوا من انه يعني هي شركه اجنبيه، فعايزين يقولوا ان احنا بقينا جرين. فاقترحنا عليهم البوردات الجديده تتعمل من الالومنيوم. قالوا لك اغلى. قلت لهم اه بس الالومنيوم كان بي ريسايكلد سهل. الالومنيوم في كيميكال كده هتعمله عليه وتمسح الكلام اللي انت كتبته على البورد وترجع تكتب عليه، فكان بي ريوز. الالومنيوم عمره اطول، وحسبنا له شويه حسابات كده، ففعلا تبنوا الموضوع لانه هو اصبح ان هو ماتش مور ايه كوست افيشنت. طبعا المانيفاكتشرنج بروسيس نفسها، عمليه التصنيع، دي الحاجه الوحيده اللي احنا ما بنتكلمش فيها في الكورس لما بندخل على الجرين. الدليفري، الفليت اللي انت هتعمل له هتوزع ازاي، دي هنتكلم عليها في الجرين ترانسبورت، هنتكلم عليها كتير. والاند اوف لايف مانجمنت اوف ذا برودكت اللي هو الريفرس اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. يبقى في الجرين في شويه كونسبتس هنتكلم في الجرين سبلاي تشين لما نتكلم فيها، هنتكلم فيها بالتفاصيل. هنركز بشكل كبير جدا على الجرين ديليفري ده او الجرين ترانسبورت. احنا دلوقتي شغالين على الايه الريفرس لوجيستكس. فدي فكرة الجرين ايه سبلاي تشين. مين عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ طيب بصوا يا اولاد، انا هنده الغياب، فممكن بس اللي يسمع اسمه يرد عليا بعد اسمه، يفتح المايك كده ويرد عليا عشان نشوف بس ايه الدنيا فيها ايه. محمد أيمن موجود؟ محمد أيمن
أحمد سالم الكردي موجود. تمام. سيف الدين مدحت شريف محمد علي موجود يا دكتور. موجود شايفك. عبد الرحمن طارق. أيوة دكتور مع حضرتك. تمام. عبد الرحمن محمد. علي عاشور. أيوة دكتور. حرب. أنت علي عاشور حرب؟ أيوة دكتور. مش عشان اسمه مكتوب حرب. عمر طارق. أيوة دكتور. عمر طارق سعد. عمر طارق سعد. اه تمام يا دكتور. انا ماشي. كرمينا. ايوه يا دكتور. اوكي. كيفن جورج. كيفن. ايوه دكتور. تمام. محمد اسامة. الرفاعي. محمد واضح ان عندك مشكله في الصوت يا محمد. محمد خالد عبد العاطي. ايوه يا دكتور. محمد خالد حلمي. ماشي. محمد عمرو. محمد عمرو. محمد الرفاعي. خلاص انا واضح ان انت عندك مشكله في الصوت. محمد عمرو. لا مش موجود. مريم هشام. يس يا دكتور وحضرتك. اوكي. مهند. ايوه يا دكتور. ميسون. ميسون هي كانت موجوده بس ما اعرفش ايه اللي حصل. نادين. ايوه يا دكتور. ناريمان. ايه يا دكتور. نور. ايوه يا دكتور. في حد ما سمعش اسمه؟ في حد ما سمعش اسمه؟ اوكي نشوفكم الاسبوع الجاي. ومن اول الاسبوع الجاي خلاص هتشتغلوا من على اللينك اللي هتلاقوه على المودل ان شاء الله. ايوه. مين؟ ايوه ايوه. مين انت؟ مين يا ابني؟ محمد اسامه يا دكتور. معلش كان عندي مشكله في المايك. ايوه محمد اسامه. اه خلاص اوكي. رفاعي مش كده؟ ايوه. فمن اول اسبوع الجاي هتدخل على طول على الموديل وتشتغلوا من على اللينك بتاع الموديل ان شاء الله. نشوفكم الاسبوع الجاي يا ولاد. دكتور لو سمحت كنت اسال على حاجه. هو الامتحان حضرتك هتعمله بيجي من الباوربوينت ولا من النوتس اللي بنكتبها وراك؟ الاثنين طبعا. تمام اوكي. طب الريكورد هينزل على الموديل؟ هشوف كده هعرف انزله ولا لا. لان لو ما نزلش على الموديل لا يعني لو السايز بتاعه كان كبير انا متوقع ان السايز بتاعه مثلا هيطلع في حدود 50 ميجا هرفعه على اليوتيوب وابعت لكم اللينك. اه يا ريت. اوكي ماشي. شكرا. ده في كوز قريب ولا ده ايه؟ ايه ده؟ ده في كوز قريب يعني حضرتك كنت قلت عليه ولا لا 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 لا, لا. هيتنبه عليكم قبليها. هي كانت تسال ان جنرال الامتحان يعني بيجي ازاي. اوكي ماشي. اوكي باي باي. ميرسي. باي باي. نعم.